من 17 مليون سوري بحاجة للمساعدات الإنسانية ولا حلول في الأفق. صحيفة تؤكد سيطرة حزب العمال الكردستاني على ثروات شرقية سوريا واستخدامها في تمويل مشاريعه في سوريا والعراق. على خلفية مقتل قادة إيرانيين في سوريا، موقع إيراني يقول إن روسيا لا تراعي مصالح طهران. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. تحدث فريق منسقو استجابة سوريا عن أرقام كارثية وغير مسبوقة من المحتاجين للمساعدات في سوريا والتي تجاوزت 17 مليون شخص. يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أممية من تصاعد هذه الأعداد في ظل تراجع المساعدات الأممية المقدمة. بين شعارات الأصدقاء غير المنتجة للحل وتهديدات الأعداء المفاقمة للمأساة، تشتد حاجة السوريين بينما تنقطع مصادر المساعدات لتزداد أرقام المحتاجين عاما تلو الآخر. أكثر من 17 مليون سوري اليوم بحاجة للمساعدات الأممية، أي ما يمثل أكثر من 80% من سكان سوريا، يقول منسقو الاستجابة. ويضيف إن 1,400,000 مدني من المحتاجين زادوا عن رقم السنة الماضية، لتكون هذه النسبة هي الأعلى منذ 2011. يقول الفريق إن متوسط دخل الأسرة يغطي 26% من النفقات فقط، بينما ارتفع سعر السلة الغذائية 122%، بينما تراجعت الخدمات المقدمة. فالمشافي لا يعمل سوى نصفها بشكل تقريبي، بينما لا يحظى قرابة 2 مليون طفل بحق التعليم. وبحسب تقرير نشره موقع ميدل إيست أي البريطاني، فإن ملايين المدنيين في سوريا يتهيئون لمزيد من نقص المساعدات التي كانوا يتلقونها بعد أن صرح برنامج الأغذية العالمي بإيقاف عمله في مختلف أنحاء سوريا، ولا سيما مناطق النازحين في شمال غرب سوريا بداية عام 2024. في مناطق سلطة الأسد لا يبدو الحال أفضل، فرئيس الحكومة لدى السلطة أقر بعجز الحكومة عن ضبط أسعار السوق، ملقيا اللوم على قلة الإنتاج المحلي والزراعي والصناعي وارتفاع تكاليف الاستيراد، ومحملا المجتمع مسؤولية مكافحة الفساد والفاسدين دون التطرق لأسباب الانهيار الاقتصادي المتمثلة بالحروب والتي خاضتها سلطة الأسد ضد السوريين وغير ذلك من الانتهاكات التي أرهقت البلاد. تزداد معاناة السوريين عاما بعد عام، وتتمسك سلطة الأسد ببقائها في سدة الحكم، فهل سيبقى الملف الإنساني رهن التحديات السياسية دون وجود حل جذري لهم؟ وينضم إلينا السيد محمد قوجة، عضو نقابة اقتصادي حلب الأحرار من عزاز. أهلا بك سيد محمد. هل المساعدات الإنسانية لو وصلت كفيلة أساسا بحل مشكلة 17 مليون سوري؟ في الآونة الأخيرة لاحظنا أن النظام السوري سلط الضوء على معاناة المواطنين القاطنين في مناطق سيطرته، وعلى الوضع المعيشي السيء الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام كورقة ضغط على المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية، بينما هذه المساعدات الإنسانية لا تصل إلى المستفيدين والمستحقين لها نتيجة لسيطرة النظام السوري على هذه المساعدات من خلال الأمانة السورية للتنمية التي أسستها أسماء الأسد في عام 2007. جميعنا شاهد من 4 أشهر فضيحة القدموس الذي أتلف النظام السوري الأطنان من المواد الغذائية أو العينية التي وصلت إلى مناطق سيطرته من الدول المجاورة، وأتلفها ولم يتم توزيعها على المستحقين والمتضررين من الزلزال. نعم سيد محمد، سلطة الأسد تعترف بعجزها الاقتصادي والتنظيمي، إلى متى ستستمر مؤسساتها بالعمل على هذا الحال؟ سيدتي، نظام الأسد هو المسؤول عن الوضع الكارثي التي وصلت إليه مناطق سيطرته. النظام السوري اليوم تنازل عن جميع ثرواته وممتلكاته إلى روسيا وإيران التي ساهمتا في قتل الأطفال والنساء وتهجير السوريين إلى الشمال السوري المحرر. النظام السوري من خلال القوانين التي فرضها
هو الذي أوقف عملية الإنتاج في مناطقه واستنفذ مدخرات المواطنين. قانون 53 في عام 2013 الذي جرم ومنع التعامل بغير الليرة السورية نعم هو السبب الرئيسي. قانون حماية المستهلك الذي استخدمته السلطات الأمنية كورقة ابتزاز للتجار الذين كانوا تعداد المسجلين في غرف التجارة والصناعة 107,000، اليوم عددهم فقط 7,000. جميع هذه القوانين التي فرضها النظام السوري جاءت لخدمة فئة معينة محسوبة على القصر نعم الجمهوري، سيد محمد وسبب في معاناة المواطنين. اليوم الفجوة كبيرة بين متوسط دخل الفرد وبين ما تحتاجه الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص في الشهر، بين دخل الفرد 200,000 وبين ما يحتاجه إلى 2,000,000 ليرة سوري. نعم، هل رحيل سلطة الأسد بالفعل هو الحل الوحيد لتحسين واقع السوريين في البلاد؟ كيف ذلك من منظور اقتصادي؟ سيدتي، اليوم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية رفضت تمويل صندوق إعمار سوريا بوجود نظام الأسد، وهددت بفرض قانون قيصر على جميع الشركات التي تنوي الدخول إلى سوريا دون وجود حل سياسي برحيل الأسد وتقديم نظام حكمه إلى محاكم العدل الدولية. نشكرك السيد محمد قوجة، عضو نقابة اقتصادي حالة بالأحرار، كنت معنا من عزاز. أصيب 6 مدنيين بقصف مدفعي وصاروخي لقوات الأسد، منهم 4 أطفال وامرأة في مدينة أريحة، بينما أصيب آخر في بلدة سرجة بريف إدلب الجنوبي، وفق مراسل حلب اليوم. وقال مراسلنا إن قوات الأسد قصفت أيضا بالمدفعية بلدة تفتناز بريف إدلب الشرقي دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. ويأتي هذا التصعيد قبل يومين من انعقاد جولة جديدة من مباحثات أستانا والمقرر عقدها في العاصمة الكازاخية نور سلطان في 23 و24 من الشهر الجاري. نشر موقع عين البلدي تحقيقا حول استحواذ تنظيم حزب العمال الكردستاني بيكيكي على الموارد الباطنية من نفط وغاز في المناطق التي تسيطر عليها قسد شرقية سوريا، مؤكدا على استخدامها في تمويل مشاريعه في المنطقة التي يسيطر فعليا على القرار فيها. تخفي قوات سوريا الديمقراطية حجم الإنتاج اليومي من النفط والغاز الذي قدر ب 400,000 برميل نفط يوميا عام 2010، وبعد سيطرة قسد على شرق الفرات عام 2018 أصبح ما يقدر ب 95% من ناتج النفط السوري بيدها. موقع عنب بلدي نشر تحقيقا حول سيطرة تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي ينشط شمالي العراق وشرقي سوريا والمصنف على لوائح الإرهاب في بلدان عدة على الموارد في الحسكة والرقة وما تسيطر عليه قسد من حقول نفط وغاز في دير الزور، مثيرا مجموعة أسئلة حول استغلال التنظيم عائدات النفط والغاز لتمويل عملياته ومشروعه في سوريا والعراق. وفي الوقت الذي تحاول فيه قوات سوريا الديمقراطية نفي علاقتها بحزب العمال الكردستاني، أظهرت مجموعة من الفيديوهات مشاركة الأخير في المعارك التي دارت في ريف دير الزور الشرقي نهاية آب ومطلع تموز من العام الفائت، كما أن وزارة الدفاع التركية أكدت في عديد المرات عن استهداف مقرات تتبع للحزب شمال شرقي سوريا، بل وقتل قادة بصفوفه في القامشلي والحسكة وريفها. وعلى العلن تبيع قسد معظم إنتاجها من النفط والغاز لسلطة الأسد عبر شركة القاطرجي، إما عبر الصهاريج أو عن طريق خطوط نقل النفط التي تتجمع في حقلي العمر للنفط وكونيكو للغاز، وهي محمية بشكل كامل من قبل تنظيم باكاكا في مناطق سيطرة قسد وفق مصادر خاصة لحلب اليوم، فيما تستكمل مجموعات مسلحة تتبع لشركة القاطرجي مسؤولية حماية النفط المنقول من شرق الفرات إلى مناطق سلطة الأسد. ويعيش المواطنون في مناطق قسد وسلطة الأسد حالة عوز كبير للمحروقات، تمثلت في قلة تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز، ما انعكس سلبا على حياة المواطنين الذين يشتكون كل شتاء من عدم تسلم حصصهم من محروقات التدفئة أو غاز الاستخدام المنزلي وغلائه في الأسواق، ذلك بسبب استخدام قسد وحزب العمال الكردستاني له في خدمة مشروعهم التوسعي على حساب أهالي المنطقة. شهدت مدينة منبى الشرقية حلب احتجاجات وقطعا للطرقات بالإطارات المشتعلة على خلفية قيام قسد بتنفيذ حملات دهم واعتقال في المدينة.
وبحسب مصادر محلية فإن من بين المعتقلين شخص من أبناء عشيرة البوبنة التي أعلنت النفير العام لمطالبة قسد بالإفراج الفوري عنه. ولفتت المصادر إلى أن المدينة شهدت أيضا حالة من الاستنفار في ظل مؤشرات على تصاعد التوترات فيها، لا سيما وأن الاعتقالات والتضييق الأمني في منبج ينذر بتفجر انتفاضة ومظاهرات ضد قسد وفق المصادر. ترفض شركات الإنترنت العاملة في ريفي حلب الشمالي والشرقي مطالب الأهالي بتخفيض أسعار باقات الإنترنت بعد أن شهدت تضاعفا في أسعارها قبل شهر. التفاصيل مع مراسلنا سراج الشامي. رغم غضب الأهالي واحتجاجهم بسبب غلاء الإنترنت في ريفي حلب الشمالي والشرقي، لكن لا تراجع من أصحاب الشركات عن قائمة الأسعار الأخيرة والتي مضى شهر على اعتمادها بنسبة ارتفاع وصلت إلى 100%، ارتفاع برره أصحاب الشركات برفع أسعار الخدمة من المصدر. عم نعاني من صعوبات كثيرة بخصوص أسعار الإنترنت، منها ارتفاع الباقات من المصادر اللي ارتفع لأكثر من الدبل. والشغلة الثانية يعني عندك موضوع التكاليف الزائدة، اليوم عندك هدر بالكابلات بالعلب، ارتفاع أجور اليد العاملة، ارتفاع الأسعار مثل سعر الخبز، مثل فروقات القص الليرة التركية وما شابه. التكلفة الشهرية الجديدة لأدنى الباقات المعتمدة تبلغ 150 ليرة تركية، في حين تتجاوز أسعار الباقات ذات السرعة الجيدة 500 ليرة تركية، أجور لا تتناسب مع الوضع المعيشي وخاصة لطلاب الجامعات والذين يعتمدون على وسائط التعلم عن بعد في الكثير من محاضراتهم. الغلاء هذا يعني مع تردي الوضع المعيشي بالنسبة لمجتمعاتنا كبير جداً. يعني اليوم لما بيرتفع سعر الانترنت مثلا 100% او 50% حتى، هذا بشكل عالي كبيره على المجتمع. يعني اليوم طالب الجامعه اذا بده يحضر المحاضرات تبعه اونلاين راح يكون في عنده شيء سيء جدا جدا. ليش؟ لانه اول شيء الانترنت ضعيف ما عم يقضي، بده يضطر يرفع السرعه، كل ما رفع السرعه كل ما زاد السعر، وهون هو طالب جامعه دخل ما اغلب الطلاب ما عم يكون في عنده، فهذا عبء كبير جدا جدا على مجتمعاتنا. اتفاق عموم شركات الانترنت في ريفي حلب الشمالي والشرقي على رفع أسعار الباقات يتزامن مع استمرار تفاوت الأسعار بين مدينة وأخرى، ما يؤشر على حالة الفوضى وعدم خضوع قطاعات الانترنت للرقابة من السلطات المحلية وغياب آلية واضحة تضبط أسعار هذه الخدمة الأساسية. غياب الحدود واستمرار ارتفاع أسعار باقات الأنترنت الشهرية داخل مناطق ريف حلب زاد من معاناة الأهالي الاقتصادية وسط مطالبات من قبل المدنيين بتدخل السلطات المحلية لإيجاد الحلول المناسبة. من داخل مدينة الباب، سراج الشامي، قناة حلب اليوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بتنظيم من اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم، إقامة فعالية المعتقلين في سوريا في اسطنبول. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قال موقع أفتاب نيوز الإيراني إن الكشف عن أماكن وتحركات المستشارين الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا لا يمكن أن يكون من عمل عدد قليل من المخبرين المحليين. وطالب الموقع المسؤولين في إيران بالانتباه لمطالبات بعض المتعاطفين في الداخل والنظر في نوايا اللعبة الممزوجة بألاعيب موسكو في سوريا وفق قوله. ومن جانب آخر، أفادت مصادر إعلامية بأن مخابرات سلطة الأسد نفذت السبت الفائت حملة أمنية في منطقة المزة واعتقلت شخصين، أحدهما صف ضابط في قوات الأسد عقب مقتل 5 مستشارين إيرانيين. وينضم إلينا السيد عمار الفرهود الباحث العسكري من أنقرة. أهلا بك سيد عمار. بناء على اتهامات الصحف الإيرانية لروسيا، برأيك هل هنالك تنسيق بين روسيا وإسرائيل؟ مساء الخير أنا شرف لك وللسادة المشاهدين. بداية يجب التركيز على نقطة، أنه من المصلحة الروسية أن تكون إيران أو التواجد الإيراني في سوريا تحت الضغط المستمر لتبقى إيران بحاجة إلى روسيا،
وبالتالي ربما روسيا تسهل عمل بعض المخبرين الذين تعرفهم وتتابع نشاطهم من خلال تعاملهم، تسهيل تعاملهم مع المخابرات الإسرائيلية. لكن لا نستطيع القول بأن هناك تورط روسي على مستويات عليا بالتعاون مع إسرائيل لاستهداف إيران، والسبب أن الطرفين الروسي والإيراني هما بحاجة بعضهما البعض في العمل داخل الأراضي والجغرافيا السورية. ولذلك أنا أستبعد أن يكون هناك تنسيق على مستوى عالي روسي مع المخابرات الإسرائيلية، لكن من الممكن أن يكون هناك غض طرف من قبل المخابرات الروسية عن بعض المخبرين المحليين المتعاملين مع المخابرات الإسرائيلية لزيادة الضغط أو لوضع التواجد الإيراني في سوريا تحت حالة من الضغط والحاجة إلى الحماية الروسية. نعم سيد عمار، هل تتوقع أن تتفاقم الأمور سياسيا أو ميدانيا في سوريا بين روسيا وإيران؟ أستبعد ذلك في المنظور القريب، لأنه حقيقة الطرفين يكملان بعضهم البعض. روسيا لا تتواجد في سوريا إلا من خلال سلاح الطيران وبعض مجموعات فاغنر أو المجموعات العسكرية، والتي انخفض عددها بالمناسبة بعد الحرب الأوكرانية، لذلك تستعيض عنهم بالقوات الإيرانية والتشكيلات العسكرية التابعة لإيران كما يجري في البادية السورية. التشكيلات العسكرية الإيرانية هي من تقوم بالعمليات الأرضية، وسلاح الجو الروسي هو من يقوم بعمليات الجو. لذلك وصول الطرفين إلى حالة من الصدام والصراع بين بعضهم البعض سيؤدي لأن يكون الطرفين هما الخاسران الأكبر مقابل الأطراف الأخرى المتمثلة بالثوار والمعارضة أو بقوات سوريا الديمقراطية. نعم سيد عمار، شهدت منطقة المزة بدمشق حملة اعتقالات بحق بعض عناصر قوات الأسد، هل هذا دليل على تورطهم بالتعامل مع إسرائيل؟ سيدتي الكريمة، الأجهزة الأمنية السورية تعاني من حالة فساد كبيرة، ليست وليدة الثورة السورية أو وليدة الوقت الحالي، هي حالة قديمة جدا. والسبب والتردي الاقتصادي الحالي زاد من حالة الفساد والحاجة والفاقة عند بعض المنتسبين لهذه الأجهزة. لذلك لا أستبعد أن يكون هناك حالة من الفساد والتعامل والتخابر داخل هذه الأجهزة، وهي حالة طبيعية كما أعتقد، لكن أعتقد أنها تصل في بعض المراحل إلى حالة تؤذي النظام بشكل رئيسي. لذلك نعم، أجهزة النظام تشن بشكل دوري حملة اعتقالات على بعض المنتسبين لها، وهذا يؤشر ويجيبنا على أن هناك لا يوجد رضا مباشر من قبل مستويات عليا سورية أو روسية لوجود حالة من التخابر والتعامل مع إسرائيل، لكن يوجد تسهيل، أي أنهم يسمحون لهؤلاء المخبرين بتمرير بعض المعلومات لإسرائيل لاستهداف الإيرانيين ووضعهم تحت حالة من الضغط، ثم يقومون باعتقالهم لإظهارهم بمظهر مكافحة التجسس والإغراق. نعم، أشكرك السيد عمار الفرهود الباحث العسكري، كنت معنا من أنقرة. بتنظيم من اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم وبالتعاون مع جمعيات تركية، أقيمت فعالية المعتقلين في سوريا بقاعة علي أميري بمنطقة الفاتح في اسطنبول. التقرير والتفاصيل. في مبادرة تهدف للتذكير بالمعتقلين في سجون سلطة الأسد ولزيادة تسليط الضوء على ما يتعرضون له من إجرام وتعذيب في أقبية الأفرع الأمنية، انطلقت داخل سوريا وخارجها فعالية أسبوع المعتقلين في سوريا. وحضر الفعالية التي أطلقت في مدينة إسطنبول شخصيات تركية وسورية. عملنا هذا الأسبوع لنثبت للعالم أجمع أنه موضوع المعتقلين هو ليس موضوع للتفاوض، موضوع إنساني. خروج المعتقلين هو مطلب ثوري، مطلب شعبي. لازم العالم أن تعرف وين أولادها، لازم النساء تعرف وين أولادها، لازم الرجال يعرفوا وين أبنائهم. مدنيون بينهم عشرات الآلاف. الحملة نظمها اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم وتهدف إلى لفت الأنظار إلى قضية المعتقلين والمغيبين في السجون، وضمت الفعاليات معرضا للصور والرسومات وندوة حوارية مع معتقلين سابقين وبمشاركة ذوي معتقلين ومغيبين داخل سجون الأسد وأفرعه الأمنية، بالإضافة إلى ناشطين حقوقيين وصحفيين. في قضية المعتقلين أهم ما ينبغي التركيز عليه أن المطالبة بهم وإطلاق سراحهم هو شرط فوق تفاوضي وقبل تفاوضي، وأن هؤلاء المعتقلون في كل يوم هم عرضة للموت وللتصفية وليس فقط للتعذيب بأبشع أنواع التعذيب.
صراحة أنا سعيدة جدا بهي الفعالية، بفعالية أسبوع المعتقلين اللي دامت على أسبوع كامل وبجميع أنحاء العالم. هذا كتير شيء محفز كتير كبير وجبر ضرر للناجين من الاعتقال، وحتى يعني رسالة قوية جدا للمجتمع الدولي أنه نحن نتم مستمرين بقضيتنا وبثورتنا لآخر نفس فينا. قضية معتقلي الرأي في سوريا كانت من أبرز قضايا أسبوع المعتقلين الذين من ضمنهم لبنانيون وفلسطينيون في سجون الأسد ومعتقلو رأي في سجون رومية بلبنان. المبادرة طالبت المجتمع الدولي وحكوماته ومنظماته بالضغط على سلطة الأسد لكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراح من بقي حيا منهم والكشف عن تفاصيل مقتل من قضى منهم تحت التعذيب، بالإضافة إلى محاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. أطلقت اللجنة الدولية للشؤون المفقودين مشروعاً مع منظمات المجتمع المدني السورية في ولاية اسطنبول التركية لكشف مصير المفقودين وفق القانون الإنساني الدولي. التقرير والتفاصيل. بعد 7 سنوات من العمل الدؤوب على توثيق المفقودين في سوريا، تعقد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مؤتمراً في اسطنبول لبحث ملف المفقودين مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية. اللجنة الدولية ومن خلال خبرتها الطويلة في توثيق المفقودين بسوريا منذ عام 2017 طورت برنامجها وجداولها وآلياتها الخاصة بتوثيق حالات الفقد في سوريا بما يتماشى مع القوانين الدولية المختصة وبالشكل الأنسب الذي يضمن حق كشف مصير المفقودين وفق القانون الإنساني الدولي. It's a very tough issue. To date, our organization. إلى الآن منظمتنا ومنظمات المجتمع المدني السورية وضعنا حجر الأساس لعملية مستقبلة للبحث عن المفقودين في سوريا حتى يأتي يوم ويكون هناك حكومة جديدة في سوريا، كون بشار الأسد ليس له نية في البحث عن المعتقلين الذي بلغ عددهم أكثر من 200,000 شخص. حالياً التركيز على تجميع البيانات عن المعتقلين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. المؤتمر ناقش العديد من النقاط أبرزها آلية العمل على ملف المفقودين والمعتقلين وسط انغلاق وغياب أفق الحل السياسي في سوريا، وذلك من خلال تجميع وتوثيق بيانات المغيبين قسرا من الأهالي بشكل مباشر والتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان ومشاركته مع المنظمات الدولية المختصة لضمان عدم إفلات المجرم من العقاب. اليوم هذا الملف هو بيعتبر كتير حساس بالنسبة لعوائل الضحايا والمفقودين اللي عم يبحثوا عن مصير أبنائهم اللي فقدوا خلال 12 سنة. اليوم في فرصة لحتى نفكر انه كيف امكانية تقييم ما تم انجازه والآلية العمل السابقة، هل كانت يعني تتماهى مع المعايير الدولية، هل حققت الى حد ما متطلبات عوائل الضحايا. من خلال عملنا مع لم تقتصر مأساة الاعتقال او التغييب او الخطف على الرجال فحسب، الا انهم يشكلون السواد الاكبر من المعتقلين. اعتقال وتغييب لآلاف الأطفال والنساء إما كرهائن أو بسبب نشاطهم المعارض والانتقام من البلدات أو العوائل التي ينتمون لها، رغم ذلك يتمسك ذووهم ببريق أمل على الأيام تكشف مصيرهم على الأقل ما لم يتجدد اللقاء بهم مرة أخرى. يشتكي أصحاب السيارات شمال سوريا من الأعطال الكثيرة التي تصيب سياراتهم ويرجعون السبب الرئيسي في ذلك إلى رداءة الوقود المستخدم وغلاء الوقود ذو الجودة العالية وانتهاء فعالية محركات السيارات. المزيد في التقرير التالي. تغص ورش الصيانة بالسيارات مختلفة الأنواع ولا يوجد استثناء لأي نوع منها. السيد درويش صاحب ورشة لصيانة السيارات يعمل طوال اليوم دون توقف لكثرة السيارات المعطلة التي تأتي إليه. هي أكثر الأعطال اللي عم تجينا أكثر شيء أعطال مازوت، بخاخات، مضخات، وهذا كله بسبب نوعية المازوت، والأوروبي غالي بشكل عام. العالم عم تلجأ للمحسن ولأنواع رديئة كثير، وهذا اللي عم يسبب الأعطال كلياتها. يعني بأدي الأعطال بالمحرك غير إنه البخاخات. في أعطال يعني كثيرة، دوزان، كوليات، الأمور يعني كلها مرتبطة ببعضها.
المشهد يشير إلى أن مصدر الأعطال واحد، وهو الوقود الرديء المستخدم في هذه السيارات. الكثير من أصحابها يعانون من الأعطال المتكررة التي يترتب عليها تكاليف باهظة ليس بمقدورهم تحملها، فضلا عن توقف المحرك بشكل كامل، وهي كارثة قد تحل بمالكيها. أنا اليوم سيارتي رحت هلأ بدي بدلها محرك حقه 550 دولار، محرك سي ام حقه 550 دولار، برول عن تاني بيقول لها 650، برول عن تالت بيقول لها 700. يعني بدنا بس انه يكون في تنظيم لهالامور هاي، للطرقات، للسيارات، للمشاكل، للميكانيك، للتصليح، لكل شيء. نحن ما بدنا خيو سعر سرمدة، اكثر بشوي عادي ما في مشكله، يعني هني ربحانين. يعني هاي المشكله عم تواجهنا بقطع السيارات وكثير، يعني مو كيف بنقول. ارتفاع سعر المازوت المستورد الى اضعاف مقارنه بالمحلي المشهور بالمحسن يجبر مالكي السيارات على استخدام هذا النوع السيء كمادة رئيسية والاستغناء عن المواد ذات الجودة العالية بشكل كامل. هذا والله يا أخي الكريم، بالنسبة للأوضاع عن المازوت اليوم، يعني عم نفتقر عن عبي مازوت المحسن الموجود عندنا. أنا تشوفين عموما اليوم عم عبي محسن هلأ صار فيها طلب زيادة بالنسبة لوضع الشتاء، وما الشتاء ومقطوع، عرفت لي كيف؟ وعم نضطر نعبي نحن، عرفت لي كيف؟ وعم يصير معنا أعطال بالسيارات. يعني اليوم معبي فيك ترمبي 3 مرات وما عم تزبط معي. تغيب الرقابة، فما بين محل وآخر تختلف تكلفة الصيانة وتختلف كلفة قطع التبديل، في حين يطالب أصحاب السيارات بوجود ضوابط تخفف عنهم شيئا من معاناتهم. أعطال كثيرة يشتكي منها أصحاب السيارات، أهم أسبابها رداءة الوقود البديل عن الأوروبي، حيث يلجأ الكثيرون منهم إليه لأن سعره يتناسب معهم مقارنة بالمازوت الأوروبي مرتفع الثمن. عامر عاصد، مدينة أدلب، حلب اليوم. بعد 17 عاماً أمضاها الشاب يحيى نصيف في المملكة العربية السعودية، يعود نصيف إلى سوريا بعد أن درس طب الأسنان وأتقنه ليفتتح عيادته الخاصة في عزاز شمال حلب. دكتور يحيى نصيف، تولد بلدة منغ. أنا قضيت معظم حياتي في السعودية 17 سنة، تربيت هناك، كملت بكالوريوس طب وجراحة فم والأسنان في السعودية، تخرجت سنة 2021، كملت الامتياز في طب الأسنان هناك، اشتغلت في مستشفيات جامعية، بعد نزلت على أربيل العراق اشتغلت لفترة، بعدين شفت أنه كان لابد أنه واحد ينزل ويخدم بلده وأهله وناسه. نزلت لهنا، شفت الوضع فعلا مبشر ومناسب أنه واحد يفتح ويبدأ مشروع الخاص. فتحت المركز هنا، المركز عبارة عن تجميل زائد طب الأسنان. عيادة طب الأسنان عندي هنا مجهزة بأحدث الأجهزة، حيث أنه فعلا أقدم أفضل جودة وأشتغل الشغل اللي أنا كنت عم بشتغل عليه في السعودية، لأنه هناك كان التدريب متقدم، فحرصت أنه أنقل هذه التجربة لهنا للمحرر، وفعلا هذا الأمر لقى إقبال وناس كتير تبحث عن هذا الأمر. أما الشيء التراديشنال التقليدي من العيادات، أنا بتوقع أنه قريبا لازم ينتهي، لازم إحنا فعلا نسوي نقلة في موضوع تقديم رعاية طب الأسنان بأحدث صورة ممكنة. أي شخص بيجينا على المركز هنا بيحصل على خصم 50% على كافة خدمات المركز، سواء من طب أسنان أو غيره. بالنسبة لأطفال الشهداء، الأيتام، الأسر المحتاجة، أنا بقدم لهم الخدمات بشكل شخصي مجانية، بتشمل الخدمات الأساسية في طب الأسنان، من علاج أعصاب، من حشوات، من تنظيف إلى آخره من الخدمات الأساسية في طب الأسنان. ما كنت متوقع الوضع هيك، يعني لما كنت برا معظم الناس عم تحكي أنه الوضع سيء وغير مبشر وغير لا تنزل ومدري إيش، لما نزلت لقيت أنه لا فعلا في بيئة، في شيء أنت ممكن تسويه، في فرصة للعطاء، أنك فعلا تبدأ وتشتغل بشغلك الخاص، دخل يكون عندك دخل كويس، وبنفس الوقت تخدم أهلك وناسك ووطنك هون. لذلك أنا أي شخص برا كطبيب، كشخص عنده مهنة فعلا ممكن لها تأثير هون في المحرر، يجي ويفتح ويساهم وينطلق، وحيلاقي أصلا كثير راحة أنه عم بخدم أهله. نهاية نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم برعاية الله.